لو الحكاية فيها إن فيتو. محمد كانت قضيتك إيه؟ كنت متهم في 5 أسرات أموال عامة. القيمة بتاعتهم كانت كام؟ هو الأصل كان ما يتعداش ال 4000 جنيه بس اللي كان في المصلات يعدي ال 50000. تاخد مدة قد إيه؟ تاخد 3 سنين. عدى منهم قد إيه ولا؟ عدوا 17 شهر. 17 شهر. محمد إحساسك إيه دلوقتي وأنت خارج بينك وبين الشارع 3 دقايق؟ إحساسي أنا سايب 3 عيال ومراتي بره، حاسس إن أنا طاير مش موجود في الدنيا أصلاً. أحمد ربنا وبشكر ضباط الشرطة اللي زمان كنا بنخاف منهم وإحنا صغيرين. انا بنسمع كلمه ضابط شرطه نتخض، بعد ما دخلنا السجن بقى لنا الضابط ده حن واحد علينا بدليل اهو الناس بتتبرع لنا بفلوس وبتطلعونا من السجن. ان شاء الله باذن الله هتجيب الاكل عيشي ومش هتعامل في اي تعاملات ماديه ومش هتعامل. بس مهنتك كانت ايه قبل ال؟ انا حاصل على دبلوم صنايعي قسم تبريد وتكييف، بس ما اسعدنيش الحظ بفرصه وظيفه يعني، فبشتغل كده في قهوه كده. الف مبروك. شكرا. الله بإذن الله نكون أحسن شعب ونكون أحسن أمور بإذن الله. شكرا.